هناك العديد من المدارس والنماذج والخطط، أنه ما هي الطريقة المثلى لعلاج الطفل المصاب بفرط الحركة وتشتت الانتباه. أحد هذه الوسائل هو العلاج أو التعديل السلوكي والعلاج السلوكي. طبعا إذا كانت الحالة خفيفة والمشاكل المترتبة على فرط الحركة أقل، فيمكن الاكتفاء. ولكن أغلب الدراسات وأغلب الجمعيات تشير أن الدواء، استخدام الدواء المناسب لفرط الحركة وتشتت الانتباه بالإضافة إلى تعديل السلوك هي الطريقة المثلى لعلاج الأطفال المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه.